استقرار أمني ملحوظ في أغلب المدن العراقية، لا سيما بعد انطلاق عمليات عسكرية واسعة في ملاحقة بقايا عناصر داعش الإرهابية. ولكن في الآونة الأخيرة شهدت مدينة كركوك خروقات أمنية استهدفت مواطنين عزلة، فيما أعزى مراقبون إن انشغال الأجهزة الأمنية في تطبيق قرار حظر التجوال الصحي ترى فيها العناصر الإرهابية فرصة لا تعوض في عادة نشاطها مرة أخرى. بطبيعة الحال التنظيمات الإرهابية تستغل انشغال الدولة بموضوع كورونا وانشغال المؤسسة الأمنية بعملية فرض الحجر الصحي، أيضا الوضع الاقتصادي السيء، كل تلك الأسباب وأسباب كثيرة تساعد وتخلق بيئة إيجابية جيدة لتنظيم داعش في أن يتمدد ويتوسع في نشاطاته على مستوى كركوك. أن تنظيم داعش يعمل بعقلية مبتكرة، وأن مجابهة تلك العقلية تحتاج جهد أمني وجهد من المواطن وتعاون مستمر حتى تستطيع معالجة تلك الخروقات. مراقبون أمنيون يرون أن التنظيمات الإرهابية بدأت تغير من تكتيكاتها في استهداف القوات الأمنية والمواطنين، وأخذت تستخدم عمليات الكر والفار هدفها إحداث أكبر قدر ممكن في الأضرار. تحدثنا سابقا بعد 2014 تكتيك الأخير للإرهابيين تغير كليا، وخاصة بعد تحرير المدن، وتوصلوا إلى نتيجة بأن مسك الأرض لا تساعدهم، وإنما ستكون هناك عمليات صغيرة وعمليات محددة في سبيل الخرق الأمني وإحداث خسائر وتحديث فوضى وخرق الرعب لدى المواطنين. ووسط هذه الأحداث تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات نوعية واستباقية في إلقاء القبض على عناصر إرهابية، وذلك لإعطاء رسالة اطمئنان للمواطنين، لا سيما بعد موجة من الخروقات الأمنية. من كركوك حيدر الربيعي، اليوم